السيسي وتتابعون الآن وصول الأعلى للقوات المسلحة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. السلام عليكم. تفضل يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، السيدات والسادة، التاسع من مارس عام 1969 يوم مشهود وفارق ومسجل في عمر الزمن، يوم أكدت فيه مصر أنها عازمة على استرداد الأرض مهما كان الثمن، يوم دونته تواريخ الأمم الأخرى ليعلموا أبناءهم القدوة والمثل. إنه يوم استشهاد القائد والقدوة والرمز والبطل الفريق أول عبد المنعم رياض الجنرال الذهبي. رئيس أركان حرب القوات المسلحة آنذاك، والذي أصبح رمزا لكل شهداء مصر وبرهن على أنه في سبيل الله ودفاعا عن الأوطان تذوب الفوارق وتتلاشى الرتب. وفي ندوتنا التثقيفية 25 نسلط الضوء على ما قدمه شهداؤنا الأبرار من بطولات وتضحيات، وخير ما نستهل به ندوتنا آيات بينات من الذكر الحكيم والقارئ الشيخ أيمن عقل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال
صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم.